سوري والزميل هيثم يوسف مراسل تلفزيون الدنيا في طرطوس. سلامات يا هيثم. سلامات زميلي سلام من محافظة المحبة والجمال والسلام طرطوس. ماذا في طرطوس من أخبار ومبادرات وفعاليات ونشاطات يا هيثم؟ بداية لا بد من القول أن لا صح على الإطلاق عن حصول انفجار قوي في محيط مدينة بانياس وفق ما تناقلت الخبر بعض الفضائيات، لا صح على الإطلاق لحدوث أي انفجار في مدينة بانياس ريفا أو مدينة. نشاطات عديدة كما ذكرت زميلي سلام قامت بها طرطوس ريفا ومدينة، حيث قام أمس الأول السيد جمال شاهين وزير الدولة لشؤون الاستثمار برفقة المحافظ بجولة ميدانية للمشاريع الاستثمارية العاملة في طرطوس، شملت شركة المثنى للصناعات البلاستيكية ومصنع الأحذية الرياضية، والتقى الوزير والمحافظ بعد هذه الجولة أهل الشأن من كافة الجهات التي تعنى بالاستثمار تنفيذا ودراسة وإشرافا، واستمع للتساؤلات والمداخلات التي تركزت حول ضرورة إحداث فرع للهيئة بطرطوس وتبسيط الإجراءات وإلغاء البلاغات التي لا تحقق مصلحة المستثمر وإنهاء بعض التشابكات. كما شهدت طرطوس مساء أمس مسيرة شعبية جماهيرية حاشدة من نظمتها مجموعة شباب العلم العربي السوري بطرطوس، وفعاليات شعبية حاشدة بمشاركة حماة الديار، حيث رفع علم الوطن بطول 120 متر وعرض 18 متر. وأكد الشاب قيصر منظم هذه الفعالية على أن هذه الفعالية تهدف إلى تعريف العالم بأن هذا العلم هو العلم الوحيد الذي يشكل رمز السيادة والعز والكرامة والذي سيبقى مرفرفا بسماء الوطن. على صعيد النشاطات زميلي سلام، لا زالت فعاليات مهرجان صيف طرطوس مستمرة حتى يوم السبت القادم من خلال فعاليات رياضية فنية ومسرحيات متنوعة بمشاركة جماهيرية، وتأمينا لكل مستلزمات الأسر الوافد، وهذا خبر هام تكاد تنفرز في محافظة طرطوس زميلي سلام، لتأمين لكل مستلزمات التلاميذ للأسر الوافدة طرطوس، فقد أفادنا السيد عبد الكريم حربة مدير تربية طرطوس أنه سيتم إحداث مدرسة للتعليم الأساسي في مركز الإيواء العام في معسكر الطلاع لاستيعاب كامل التلاميذ الوافد مع الأسر، يعني منعا من أن تنتقل الأسر إلى مكان المدارس وتسجل التلاميذ، سيتم إحداث المدرسة في المركز حيث الأسر، وهذه تكون سابقة تؤمن الراحة للأهل وللتلاميذ. على صعيد آخر، أقامت اليوم بلدة الشيخ يونس بصافيطة اعتصاما ومسيرة صامتة استنكانا لعرض الفيلم المسير الرسول الكريم، كما شارك محافظ طرطوس هذا الصباح بفعاليات شعبية وجماهيرية، حملة نظافة تطوعية شملت ضاحية الأسد عند مدخل مدينة طرطوس تجميلا للمدينة بمشاركة شباب قافلة الوحدة الوطنية ومجلس المدني والمجتمع الأهلي. على صعيد الاقتصاد، لابد من التذكير أن الكمية المقدرة لهذا الموسم من التبغ حوالي 5000 طن، ومن الحمضيات 459,000 طن من كل الأنواع، وحاليا يشهد مرفأ طرطوس حركة نشطة للبواخر محملة بالبضائع التموينية والغذائية، وهذه مؤشرات خيرة على صعيد تأمين المواد اللازمة للمواطن بكافة المجالات. نعم، أشكرك الزميل هيثم يوسف مراسل تلفزيون الدنيا في طرطوس.